العمل ديالي مع فضيل بدات عن طريق اصدقاء اللي هما عزاز علينا. ملي عرضوا عليا انني نتلاقى بفضيل قلت لهم بيان سور نتلاقى به، لان انا دائما كنت فان ديال فضيل وكبرنا معاه بالاغاني ديالو بداكشي ديالو كله. فلهذا تلاقيته الحمد لله، عرضتو عندي الدار عند عائلتي عند الوالده ديالي في رمضان وفطر معايا وتعرفت عليه مزيان. ومورا ديك الفطور هذاك حسيت بان هذا الانسان هذا ماشي غير فنان، هذا الانسان راه انسان عظيم، انسان ظريف وعنده واحد الشخصيه قويه والله عمره سلع، فهمتي؟ فلهذا حسيت هذا الانسان نبغي نخدم معاه ماشي غير نتعرف عليه. بدات فكره نبداو اون شونسون وكملناها في ألبوم، لان داك الشيء مشى مزيان الحمد لله. القضيه الاغناء ديالي انا هو دائما كنت كنغني، غير كنت كنعمل اغاني، فكرت كان عندي افكار كثيره اللي بديت كنوزع على لي زارتيست اللي مشهورين عالميا. الحمد لله داك الشيء مشى مزيان بعد سنين ديال الشقاء ولكن الحمد لله كل شيء مشى مزيان. ولكن الغناء دابا قلت بما ان انا عملت بزاف د الحاجات نقدر نخرج بعض الاغاني فيهم انا كنغني مع دي زارتيست، مع ان ما خليتش التوزيع ديالي وداك الشيء اللي كنعمل وعملت شي حاجه اللي زدت تجديده. فهذا هو الفكره، ما كاين حتى شي خلاف، غير هو الانسان في كارير ديالو كيوصل لواحد الوقت اللي كيحس براسو انه يقدر يمشي يكمل بوحدو. والحمد لله خدمنا وداك الشيء سنين وحنا خدامين مزيان ووصل للعالميه الحمد لله، ودابا كمل بوحدو والله يعاونو ويكمل على بخير. لا هذيك اغنيه ما انجلس ما عمرها كانت، كنا بديناها ولكن انريك ما غاش تخرج، ما بغاش تخرج، ما فريد ما ماشي بيدي بيد انريك اللي الشركه ديالو، ماشي حتى انريك الشركه ديالو ما بغاش تخرجها.